بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزتنا طلبة الصف الخامس العلمي في سلسلة الدروس الخاصة بالرياضيات الكورس الثاني، فأهلا وسهلا. أول موضوع هو الفصل الخامس اللي هي الغاية والاستمرارية، وطبعا نبدأ من موضوع الغاية. أول موضوع ثانوي هو جوار العدد. إذا عندي على خط الأعداد، فرضا هذا خط الأعداد، فالعدد معين على سبيل المثال الواحد، على سبيل المثال هذا الواحد ينتمي إلى خط الأعداد الحقيقية، وجوار الواحد هو المنطقة اللي قريبة على الواحد، المنطقة اللي قريبة على الواحد. هذا المفهوم راح نستخدمه في الغاية. ببساطة شنو يعني الغاية؟ احنا سابقا ماخذين مفهوم الدالة f of x على سبيل المثال يساوي 2x، فلما الواحد يطلب من عندي يطلع لي f الصفر، فببساطة نشيل الاكس نخلي مكانه صفر، يساوي طبعا هسا هاي 2x يعني 2 في x يعني 2 في صفر، والناتج معروف هو صفر. هذه معنى الدالة، دالة انه نشيل الاكس نخلي مكانه. زين، الغاية شنو الغاية؟ الغاية هي مفهوم يشابه مفهوم الدالة، تطبيق يعني نطبق العدد على الدالة. لكن اولا الرمز يختلف شوية، الرمز هو هذا lim limit، وجوه نكتب العدد اللي نريده اللي هو المتغير، ونكتب هالشكل سهم، ونكتب الرقم اللي مثلا هسه احنا نبحث عن الصفر، وهنا نحط الدالة f of x، هنا نحط الدالة نفسها f of x، هذا هو الفرق. زين، ونقراها limit f of x عندما x تقترب من الصفر. لاحظ انه نقول بالدالة عندما الاكس تساوي صفر، هنا لا، الاكس عندما الاكس تقترب من الصفر. شو يعني تقترب من الصفر؟ يعني تكون قريبة على جوار، هذا مفهوم الجوار ذكرناه قبل شوية، تكون قريبة على جوار الواحد الصفر. هنا في مثالنا احنا صفر، زين، هنا فرضا صفر، نكون قريبين على الصفر، وقد نوصل للصفر وقد ما نوصل للصفر. ربما في حالة معينة احنا نوصل للصفر، وربما مو مهم، يعني بالنسبة للغاية مو مهم انه نوصل للصفر او ما نوصل، لكن المهم انه نقترب من الصفر. نلاحظ القيم مو بس فقط في الصفر، وانما في على جوار الصفر. هسه هذا كمفهوم، يعني مفهوم بصورة عامة الطالب اذا يريد يفهم. زين، السؤال شلون يجي والتطبيق شلون يجي؟ هسه راح نشرح الكلام هذا بالتفصيل. فبالسؤال عندنا ثلاث حالات، عندنا ثلاث حالات بالنسبة للغاية راح تجينا، راح نشرحهن بالتفصيل، وهي حالات بسيطة ما بيها شيء. الحالة الأولى هو تعويض مباشر، تعويض مباشر، يعني لو نرجع لهنا كانت هسه لو هذه الدالة f of x طبعا هي 2x، ونجي نعوض مكان الاكس، يعني هذه راح تساوي limit، أو خلينا نكتبها هناك مثل هذا المثال اللي مر علينا قبل شوية، limit عندما x تقترب من الصفر إلى 2x يساوي 2 في صفر وتساوي صفر. تعويض مباشر، هذا تعويض مباشر، يعني بالضبط مثل ما سوينا ويا الدالة، شلنا الاكس خلينا مكانه الرقم هذا اللي نقترب من عنده. زين، شو كنت استخدم هاي الطريقة؟ الجواب نستخدمها إذا كان ماكو مشكلة. يعني شنو يكون ماكو مشكلة؟ أحيانا التعويض المباشر يسبب لي مشكلة، هسه راح نجيها هنا. مثلا هذا المثال، هسه لو أجي أعوض مثل ما سوينا بالتعويض المباشر، يعني ايش راح يصير عندي بالبسط؟ بالبسط راح يصير عندي واحد تربيع اللي هو واحد ناقص واحد على بالمقام ايضا واحد ناقص واحد، فتصير صفر على صفر، والصفر على صفر كمية غير معرفة. فهنا التعويض المباشر يسبب لي مشكلة، وهي انه نحصل على كمية غير معرفة. فبهاي الحالة شو نسوي؟ هاي الحالة الثانية، بهاي الحالة نلجأ الى العمليات الجبرية. شنو هي العمليات الجبرية؟ احنا راح نشرحها بالتفصيل. على سبيل المثال واحدة من العمليات الجبرية انه نسوي نحلل ونختصر مثل هذا المثال، شوف شنو عملية جبرية مناسبة له. الجواب هنا في مثالنا هذا العملية الجبرية المناسبة انه نحلل البسط نحلله ونختصر. هسه مثل ما راح نشوف، لاحظ حللنا، لاحظ انه رمز الليمت خليته بعده ما مسحته، بعدنا معوضين، وحللت البسط كفرق بين مربعين، وهسه ببساطة هذه تختصر مع هذه، اذا راح يساوي ايضا اكتب رمز الليمت، ليمت اكس تقترب من الواحد الى، لاحظ انه بقى عندي بس اكس زائد واحد. هل التعويض المباشر الان يسبب لي مشكلة؟ الجواب لا، ما يسبب لي مشكلة، صار مثل الحالة الاولى،
وتساوي، ما أكتب رمز الليمت وأعوض وأكتب 1 + 1 = 2. إذن الغاية صارت تساوي، إيش قلت؟ تساوي 2. إذن هذه هي الحالة الثانية، أنه التعويض المباشر ما يفيدني، فنلجأ إلى شنو؟ العمليات الجبرية. إذن العمليات الجبرية، طبعا إذا لقينا العمليات الجبرية، يعني إذا فادتنا ولقينا قيمة، فنقول الغاية موجودة. في مثالنا هذا هنا نقول الغاية موجودة، نقول بعد نهاية الحد نقول أن الغاية موجودة. وفي الحالة الثانية أيضا إذا طبقنا عملية جبرية ولقينا قيمة إلها، يعني مو استمرت الحالة أنه الكمية غير معرفة أو قسمة على صفر أو تحت الجذر سالب، فإذا حصلنا على قيمة مثل هذه أيضا نقول الغاية موجودة وقيمتها 2. الغاية موجودة وقيمتها 2، وهنا الغاية موجودة وقيمتها 0. الحالة الثالثة، الحالة الثالثة مالت الغاية، وهذا يلخص موضوع هاي لدي 10 دقائق أو أقل، تلخص موضوع الغاية بصورة كاملة. فقط عندنا كم عملية جبرية راح نعطيك عليها أمثلة. الحالة الثالثة إذا كانت الدالة مجزأة، إذا كانت الدالة مجزأة، وبذلك إذا الدالة مجزأة بس شوية عملية نطبقها هسه، أعطيك عليها مثال. دالة مجزأة إيش تنكتب؟ فأعطيك عليها مثال شنو يعني الدالة مجزأة. هذه معنى الدالة مجزأة، الدالة مجزأة بها جزئين أو أكثر. زين، فالجزء الأول عندما مثلا الجزء اللي هو كانت هنا الصفر عندي، لاحظ هنا من الصفر هي تبدأ تتجزأ، فالقيم اللي هي أكبر أو تساوي صفر، يعني هاي المنطقة f of x تساوي x، تعريف الدالة f of x، f of x هنا بهاي الجهة تساوي x، وأما في هذه الجهة ف f of x تساوي ناقصا x، f of x يساوي ناقص x. لاحظ هاي الدالة نسميها مجزأة، لها جزئين، هذا الجزء الأول هذا الجزء الثاني. هذا الجزء يمين طبعا، هذا الجزء يمين وهذا الجزء يسار. ففي هذه الحالة شو نسوي؟ في هذه الحالة راح مو مشكلة أيضا نطبق الكلام، لكن مرتين، مرة من اليمين ومرة من اليسار كالآتي. فنقول ليمت اكس تقترب من الصفر، طبعا ليش صفر؟ لأنه هي تجزأت بالصفر، هي تجزأت بالصفر حتى لو ما ذكر بالسؤال، ما يذكر أن الغاية ليمت تقترب يعني، فإحنا نعرف أنه صفر لأن هي تجزأت بالصفر. فنقول عنها من اليمين، من اليمين نحط هاي العلامة زائد، يعني من اليمين هاي العلامة معناها زائد، ونجي من هو من اليمين؟ f of x يساوي x. إذن f of x خلينا شوية نرتبها، ليمت x تقترب من الصفر من جهة اليمين إلى f of x هي ليمت، ليمت x تقترب من الصفر إلى من اليمين؟ f of x تساوي x، وتساوي ايش قد؟ طبعا نعوض تعويض مباشر وتساوي صفر. ما عندي مشكلة هنا، لو اكو مشكلة لا نبدي نحلل او نسوي طريقة جبرية، لكن ما عندي مشكلة. اذا عوضنا زين، بعد انتهى الحل ما انتهى، لازم نطبق من اليسار. اذا ايضا نكمل ليمت، ومن اليسار نخلي هاي العلامة السالبة، دليل على انه من جهة السالب الى f of x يساوي ايضا، والدالة هنا شنو الدالة من هاي الجهة؟ هي ناقص x. طبعا مو شرط الا ترسم، مو شرط الا ترسم لي، لكن تعرف بان هذه من اليمين وهذه من اليسار، ونجي نعوض، وايضا الناتج يساوي صفر، الناتج يساوي صفر. زين، انتهى الحل ايضا ما انتهى. هاي الحالة احنا قد صارت قيمة الغاية؟ الجواب اذا كان الغاية من اليمين، من اليمين L1 مثلا خلينا نسميها تساوي الغاية من اليسار، يعني هنا أنا مثل ما طلع لنا صفر هنا أنا هم يطلع صفر، إذن نقول الغاية موجودة، الغاية موجودة وقيمتها صفر. لكن في سؤال آخر، في سؤال آخر الغاية تختلف، تعريف الدالة إذا اختلف شوية ممكن أنه هنا أنا ما يطلع لي صفر، يطلع لي شيء ثاني، هنا يطلع صفر هنا يطلع شيء ثاني، فنقول الغاية غير موجودة لأن الغاية من اليمين لا تساوي الغاية من اليسار. إذا نرجع للحالات الثلاثة اللي كتبناهن، في أي سؤال للغاية يا إما تعويض مباشر، أول ما تبدأ تجرب تعويض مباشر، أكو مشكلة أوكي، إذا ما أكو مشكلة عوض وهاي يطلع الرقم قول هي هاي الغاية، إذا أكو مشكلة فش نسوي؟
عملية جبرية. شو اسمها عملية جبرية؟ احنا راح ندرسها بالتفصيل المحاضرة الجاية، العمليات الجبرية. هسه احنا هاي اخذنا تحليل عامل مرافق وهواي سوالف، راح نجي ليها بالتفصيل يعني حسب ما موجود ضمن المنهج مالتنا، ونشرحها بالتفصيل. والحالة الثالثة إذا كانت الدالة مجزأة، فإذا كانت مجزأة شو نسوي؟ نحل يعني السؤال مرتين، مرة من اليمين مرة من اليسار. وطبعا ما ننسى أنه في آخر خطوة إذا هنا دائما تكون الغاية موجودة، هنا دائما الغاية تكون موجودة، هنا لا قد تكون موجودة قد تكون غير موجودة. شو وقت طبقنا عملية جبرية فادتنا فهي موجودة، ما فادتنا فقط نفس المشكلة، فقط قسمة على صفر، واحد على صفر الناتج يطلع عندي. إذا نقول الغاية غير موجودة. والحالة الثالثة إذا دالة مجزأة، شنو؟ من اليمين، إذا دال الكلام اللي طبقناه من اليمين يساوي من اليسار فنقول الغاية موجودة، وإلا فالغاية غير موجودة. الآن عندنا مراهنات مر عليها مرور الكرام. إذا كان n جوار العدد a وكانت الدالة معرفة، دال غاية العدد الثابت هي الثابت نفسه، يعني مثلا limit x تقترب من 3 إلى أي رقم يساوي الرقم نفسه، ما له علاقة بالثلاثة. يعني بالضبط مثل لما نقول f of x تساوي 3 على سبيل المثال، فإن f of 7 هم تساوي 3، دالة 3 تساوي 3، زين دالة ثابتة. اف اوف 10 هم تساوي 3، اف اوف 100 تساوي 3. نفس الشيء الغاية، الغاية اذا الدالة الثابتة يساوي الثابت نفسه، ثابت نفسه ما له علاقة بالتقترب منين ما تقترب، ما له علاقة بيه، زين نفس هذا. فهذه المبرهنة الأولى. المبرهنة الثانية بالكتاب، إذا كان n جوار العدد وكانت f of x تساوي f of x تساوي x، فأكيد ذكرناه قبل شوية، f of x تقترب من 2 نعوض تعويض مباشر ويطلع الرقم هذا. إذا x تقترب من 3 فالناتج 3، x تقترب من 2 فالناتج 2. أما الفقرة المرهنة الثالثة هذه فهي جاية تقول إذا كان اس أيضا الغاية تدخل الاس، يعني نفس خصائص الدالة، نفس خصائص الدالة، زين يعني شنو؟ يعني نعوض شيل شكو اكس نخلي مكانه تقترب من عنده، هذا الرقم تقترب من عنده. فبالزائد والناقص ايضا تدخل الغاية بالزائد والناقص، وفي الضرب في عدد ثابت، الثابت يطلع برا ايضا راح نطبقها هذه. حاصل ضرب دالتين ايضا نفس الشيء يتجزأ، وحاصل القسمة بشرط انه المقام لا يساوي صفر. راح بالمحاضرة الجاية ناخذ بعد امثلة اكثر، ويصير الموضوع بسيط جدا، الغاية ما أحد من المواضيع البسيطة جدا. زين عندنا نفس الحالة الثانية، الحالة الثانية اللي ذكرناها، أنت بعد خبرتك الجبرية نحتاج خبرة جبرية، تحليل فرق بين مربعين، فرق بين مكعبين، مجموع مكعبين، هاي الأشياء اللي درستها سابقا لازم أنت تكون يعني موجودة عندك حاضرة. وأما الطريقة الأولى والطريقة الثالثة فهي بسيطة جدا، احنا هنا شوية راح ناخذ امثلة بالمحاضرة الجاية على العمليات الجبرية. والسلام عليكم ورحمة الله.